على بعد أمتار من مكان عملنا كانت المقاتلات الإسرائيلية تلقي بحممها على الفلسطينيين في عدوان استمر نحو ساعتين بمشاركة البوارج وطائرات الأباتشي وسلاح المدفعية نفذ فيهما جيش الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 50 غارة في أنحاء متفرقة أسفرت عن استشهاد 70 فلسطينيا من المدنيين مقابل تحرير أسيرين إسرائيليين كانا محتجزين بأحد الشقق السكنية. ليلة دامية كانت على الأطفال والنساء والشيوخ والآمنين في منازلهم، ومنهم من تمكن أن يأتي مشيا على الأقدام رغم عمق الجراح، وآخرون جاءوا بسيارات مدنية. وهنا بعض العائلات التي تركت منازلها وباتت ليلتها داخل المستشفيات تحسبا من استهدافات جديدة لا تستثني أحدا. الأطفال اللي مصحوا من النوم مرعوبين وخايفين واجوا في حضني ومش فاهمين ايش في، حاولنا ندعي الجيران. اطلاق النار كان من الكوات كابتر على الناس اللي في الخيام وما حدش فاهم ايش في، وطلعنا دوبنا سالمين. فالمستشفيات المنهارة لقلة الأدوية والإمكانيات افترشت الأرض لتداوي الجرحى والمصابين، وعملت على تضميد جراح عشرات آخرين وسط تخوفات من الدخول البري الذي سيضاعف من أعداد الشهداء والمصابين. لتنتاب الفلسطينيين حالة من الحزن والألم على ما فقدوه من أبناء وأمهات وآباء، وباتوا شهودا على شلال الدم النازف في غزة. أصغار ما شافيه نام، أصغار مش عارف يتكلم، أصغار صبتهم صحيهم مرميين، مش قادرين يقفوا، مش قادرين يقفوا الأطفال الخليل، مش قادرين يقفوا يا ابني. إيش إيش فيه إيش حالي يرسلها حالي يرسلها. وإذا ما واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة وقام باجتياح بري لمدينة رفح أقصى جنوب القطاع، فإن أعداد الشهداء والجرحى ستفوق حتى تقديرات الهيئات الدولية والأممية، خاصة بوجود نحو 1.5 مليون نازح يعيشون فيها في الخيام. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين.